أيه. ذكر شيخنا الشيخ علي اليحيى حفظ الله تبارك وتعالى أبو إبراهيم، ذكر لنا عن الشيخ الشنقيطي الأمين محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أنه كان في اختبارات يسألونه الطلبة فيجيبهم، يعلمهم بالامتحان، يسألونه ما حكم هذه المسألة كذا، هذا السؤال ما جوابه كذا، يجيب. أيام كان في الجامعة الإسلامية، وكان مدير الجامعة في ذلك الوقت شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فبعض الطلبة خلنا نقول المجتهدين تضايقوا أن هذول الكسالة أو يعني أقل منهم دراسة يعلمهم الشيخ، فيقول ذهبوا إلى الشيخ عبد العزيز بن باز اشتكوا له، قالوا أن الشيخ الشنقيطي يعلم الطلبة بالاختبار. فالشيخ بن باز كلمه، والمشكلة أن الشنقيطي شيخ بن باز يعني هم ما يقدر يكلمه يعني، فكلمه قال يا شيخ صحيح بعض الطلبة يقول أنك تعلمهم بالاختبار على الأسئلة؟ قال نعم. قال لماذا؟ قال سألوني فأخبرتهم. قال تدري هذا اختبار وكذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بالجام من النار. قال لكن شيخ هذا اختبار، قال يعني أدخل النار عشان اختباراتكم؟ قال أدخل النار عشان اختباراتكم، والله اللي يسألني أجيبه، أنا ما لي شغل فيكم، ولا أدخل النار لأجل اختباراتكم وشهاداتكم هذه التي لا أدري من أين. حتى أنهم ذكروا أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى لما قال عندك شهادة؟ قال عندي شهادة لا إله إلا الله. والمختار محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى أنه ذكر أن له درس في المسجد النبوي، فسألوه يعني عن كان درس عن شهادة الزور، فقالوا له أو أحد سأل قال مثل ماذا شهادة الزور؟ قال مثل اللي تأخذونها في الجامعة شهادة الزور، الشيخ يعطيك أو عالم أو كذا دكتور أو كذا. فالشاهد من هذا أنه كان يعلم الطلبة، فقال الشيخ ما استطاع، آخر شيء قال لا يراقب هذا الحل الوحيد، لا يستطيعون أن يمنعوا من الكلام، قال بس لا يراقب. فعلى كل حال يعني الإنسان إذا سئل حسب، يعني إذا كان هناك من هو أعلم منه مثلا في المكان الذي هو فيه وقال أدبا اسألوا فلان أو لا أجيب، ما في بأس، هذا الأدب هذا. وإذاك الصحابة رضي الله عنهم القصة المشهورة أنه جاء رجل وسأل عبد الله بن عمر عن مسألة، فأرشده إلى عبد الله بن عمر بن العاص، قال اذهب إلى ذاك فسأله، فذهب إلى عبد الله فسأله فأرسله إلى ابن عباس، فذهب إلى فسأله فأرشده إلى أبي هريرة، وكل واحد يرسله يقول فإذا أجابك أخبرني بما قال، فذهب إلى أبي هريرة فسأله فأجابه أبو هريرة، ثم رجع إلى ابن عباس قال هو كما قال، ورجع إلى ابن عمر فقال هو كما قال، رجع إلى عبد الله بن عمر فقال هو كما قال. فهذا ما في بأس أن يكون من بالأدب، إنسان لا يجيب لأنه يجد في المجلس من هو أعلم منه فيحيل إليه، وهذه إحالة إلى مليء كما يقولون، هذه لا بأس بها، وحين يكون للتأديب. وأذكر كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى مر في الحرم، فجاءه رجل وسأله عن مسألة، فقال له الشيخ تعرفني؟ أنت جيت سألتني تعرفني؟ قال لا. قال ليش تسألني؟ قال شكلك شيخ. قال شكلك شيخ. يقول فقال له الشيخ شوف هناك مكتب الإفتاء في الحرم، والمكتب عادة يعني ما فيه كبار، فيه طلبة علم يعني. طيب قال هناك هذا مكتب الإفتاء، اذهب واسأله. ولم يجبه الشيخ، هذا من باب التربية والتأديب، علمه الطريقة، أنه مو كل واحد تشوفه بالشارع تسأل والله شكلك شيخ وتسأله، ما هو صحيح هذا، هذا من باب التأديب والتعليم، ما في بأس. وأحيانا يكون الإجابة يعني تؤجل الإجابة لسبب معين حسب الظرف موجود لا ينفع هذا الجواب. طيب ومنها قول الله تبارك وتعالى لا تسألوا عن شيء أن تبدأ لكم تسؤكم، فهو يقدر، الإنسان يقدر يعني ليس على كل حال يجيب بكل شيء وفي كل وقت ولكل أحد، والأصل أن يجيب، الأصل أن يجيب، لكن إذا رأى من المصلحة أن لا يجيب أو لا يجيب هذا الشخص أو يقول إيتني بشخص آخر أو يخشى أنه لا يفهم يعني صح، طيب فما في مانع أن يمتنع من الإجابة، يقدر، هو يقدر.